السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب الصف الثالث المتوسط، سوف نتحدث اليوم عن درس جديد بعنوان التنمية الاجتماعية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دل الحديث الشريف على بعض واجبات المسلم لأخيه المسلم، فما هي؟ التواد والتراحم والتعاطف. قامت حكومة بلادنا بتجسيد تعاليم الإسلام وتحقيق مبادئه النبيلة التي تحث على التعاون والتكافل، وكان ذلك منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله الذي قام بالعديد من أعمال البر والخير، فتم إنشاء المؤسسات الاجتماعية والخيرية التي توفر الحياة السعيدة لكل مواطن، وأسست وزارة للشؤون الاجتماعية في بلادنا تتولى الإشراف على الخدمات الاجتماعية وتنظيمها. أهم هذه الخدمات: رقم واحد، الضمان الاجتماعي الذي يقدم الإعانة المادية المباشرة لمن يحتاج إليها. طيب، نشاط الضمان الاجتماعي يقدم معاش للأيتام وللأرامل وللمطلقات والعاجزين عن العمل، يقدم مساعدات مالية لمن يتعرض لأزمات طارئة كالمرضى والسجناء، يقدم مساعدات مالية لمن يرغب في إنشاء مشروع صغير. هناك التأمينات الاجتماعية، وما هي مهمتها؟ تحقيق الأمن الاجتماعي للقطاع العمالي عن طريق نشاطين، وما هم؟ فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية. رقم ثلاثة، الجمعيات، ومنها الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات المادية والعينية للفقراء والمساكين والمحتاجين، ومن أهمها الجمعيات النسائية والجمعيات التعاونية، جمعيات البر الخيرية، الرعاية الاجتماعية، وتنتشر عبر مراكز كثيرة في بلادنا. وهنا يا شباب أهم مراكز الرعاية الاجتماعية في بلادنا: رقم واحد، التربية الاجتماعية النموذجية الخاصة برعاية الأيتام والأطفال الأيتام، التوجيه الاجتماعي، الملاحظة الاجتماعية، التربية الاجتماعية النموذجية، رعاية الفتيات، الحضانة الاجتماعية. التربية الاجتماعية النموذجية فيما تخص دور الأيتام، التأهيل الشامل. ماذا يخص التأهيل الشامل؟ رعاية الأطفال المشلولين. ثالثا، التأهيل المهني. رابعا، دور الرعاية الاجتماعية مثل رعاية المسنين. وتوجد أيضا الحضانة الاجتماعية، وهناك عقوبات تعزيزية لمثيرات شغب دار الفتيات. الملاحظة الاجتماعية رعاية الفتيات، جمعية توعية ورعاية الأحداث، التوجيه الاجتماعي فيما يخص برعاية الأحداث. خمسة، الإعانات والمساعدات، حيث تقدم الدولة أنواع مختلفة من الإعانات، منها إعانة المعاقين والأطفال المشلولين. على ماذا تدل إقامة الدولة وزارة للشؤون الاجتماعية؟ يدل على ما توليه من اهتمام بفئات المجتمع وتماسكها بتعاليم الإسلام التي تحث على التكافل الاجتماعي بشتى صوره.
ما أهم الجمعيات التي تقدم الخدمات الاجتماعية للمواطنين في بلادنا؟ الجمعيات الخيرية والنسائية والتعاونية. ما الجهة التي تقدم معاشات دائمة للأيتام والأرامل؟ الضمان الاجتماعي. شكرا لكم.